بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 23 من الكتاب 55، كتاب الوصايا. باب ما وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم. ما احنا قلنا إن في وارث غير وارث. يعني ايه وارث غير وارث؟ في الولي، الولي في مال الارث واليان، والي يرث ووالي لا يرث. الولي الذي لا يرث هو الوصي على مال اليتيم الوارث. فلو اليتيم وارث وصغير، يجي واحد وصي عليه، يعني يقوم برعاية ماله حتى يكبر. وما للوصي ان يعمل في مال اليتيم، يعني يعمل ايه في مال اليتيم؟ وما يأكل منه بقدر عمالته. لأن دي مسألة فيها إيه؟ خلاف مذهبي بين المذاهب. لو واحد فقير وصي على يتيم غني وحيدير له المال، هل يأكل من المال بالمعروف مقابل الإدارة لأنه فقير؟ المالكية قالوا له أن يأكل وما أكله في ذمته دين، إذا تيسر له المال بعد ذلك يسده. ده رأي مين؟ الملكية. قالوا يأكل من مال اليتيم إن كان فقيرا بقدر إدارته له، ويدون ما أخذه من أجر، فإذا أيسر في المستقبل رد كل ذلك لليتيم. ده رأي مين؟ الملكية. الشافعية قول زي الملكية. والقول الثاني اللي عليه المذهب عند الشافعية، قالوا ياخد أدنى ما يأخذه من يدير العمل. يعني إذا كان اللي يدير العمل ده مرتبه يتراوح من 5000 جنيه ل2000 جنيه، ياخد هو ال2000، ياخد الأدنى. فهمت؟ ياخد أدنى ما يؤخذ في إدارة المال، ولا شيء عليه لو أيسر في المستقبل. ده الإيه؟ مذهب الشافعية اللي عليه الفتوى. وفي قول عند الشافعية زي الملكية بالظبط. فهمت المسألة؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث الثالث بعد 800 و2000، قال حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقال له ثمغ. ثمغ يعني اسم البستان اللي تصدق به سيدنا عمر، اسمه ثمغ، اسمه كده كويس. وكان نخلا، وكان عبارة عن نخل. فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. شوف الصحابة تتصدق بالنفيس مما تملك، وإحنا الجيل بتاعنا يتصدق بإيه؟ بالخبيث مما يملك. دي المشكلة بتاعتنا، الفرق بيننا وبينهم. وربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إيه مش كده؟ ومما أخرجنا لكم الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت بتتصدق بالخبيث الذي لو عرض عليك لا تأخذه. شوف إيه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لو عرض عليكم لخبثه، واخد بقى، إلا أن تغمضوا فيه، يعني تتغاضى وتاخده بإيه؟ بالعافية. فما تنفقش أنت من النوعية دي، لا، انفق بالطيب، وتعلم من الصحابة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموا من النبي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فسيدنا عمر بيقول أنا عندي مال نفيس يا رسول الله، والمال النفيس ده من نفاساتي أريد أن تتصدق به. يبقى بينقي الصدقة في المال النفيس الذي يملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. يعني كأنك أوقف أصله،
وتصدق باللي يخرج منه، لأن النبي قال له إيه؟ تصدق بأصله لا يباع، بحيث إن أصله لا يباع ولا يوهب، ومعناه لا يوهب يعني ولا حتى يهدى ولا يورث، ولما تموت ما يورثوش ورثتك لأنه خرج إلى ملك الله، ده اسمه الوقف، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر فصدقته ذلك في دي أوجه بقى، الأوجه بتاع النفقة في سبيل الله يعني في تجهيز الجيوش، وفي الرقاب يعني إيه يشتري عبيد ويحررهم، والمساكين ويعطي للمساكين، والضيف وإكرام الضيف، وابن السبيل يعني يعين الغريب، ولذي القربة الفقراء من قرابته، ولا جناح الأخير بقى في الشرط الأخير، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، يأخذ أجر اللي يسموه ناظر الوقف اللي هو قايم على رعاية الوقف، له أن يأخذ راتب بالمعروف، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. ولو معاه صديق ممكن يعزمه على وجبة كده ولا حاجة، لكن غير متمول يعني ما يدخرش منه ويعمل ثروة، يعني ياخد بقدر نفقته ولا يتمول، يعني معناه لا يدخر ليصير مستغنيا به. وعن أبي قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف. في القرآن بيقول كده في سورة النساء: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني لو كنت ولي على مال يتيم وأنت مستغني فاستعف، فدير المال بلا مقابل واستعف بغناك، فهمت؟ من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا ويدير مال الفقير فليأكل بالمعروف، اللي هو احنا قلنا فيها الخلاف بين المذهبين، مذهب يقول لك ياكل بالمعروف لكن يبقى دين في رقبته يسدد لما يتيسر، والمذهب الثاني عند الشافعي ياخد ادنى ما ياخذ من يدير، اقل حاجه، فاذا اخذه لا شيء عليه لو تيسر بعد ذلك. قالت: انزلت في والي اليتيم ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. المعروف اللي هو اسمه ايه؟ العادة محكمة، المعروف عرفا، اللي هو الامام الشافعي قال لك العادة محكمة. نشوف اللي بيدير مثل هذا المال بياخد كام، نسأل العرف، ادي معناه بالمعروف، والعرف يختلف باختلاف الاحوال والازمان، فادي معناها بالمعروف، اللي هو الامام الشافعي قال لك العادة محكمة، فنسأل عادة الناس في مثل هذه الامور بيدفعوا كام في ادارة مثل هذا المال. فاذا قالوا لنا انه من كذا لكذا انه بنديله ادنى المقدر، ادنى يعني اقل المقدر. باب قول الله تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والايه دي تفسيرها في حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذه سيدنا جبريل في رؤيا من الرؤى لينظر الى احوال اهل النار، فوجد رجل فمه كفم الجمل كده، له شفيران، يجوا الملائكة تروح فتح الشفيرين ويقذف في جوفه حجر من نار. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، يعذب بهذه الطريقة يوم القيامة. هذه علشان كده الآية بتقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله السلامة. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان ابن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، دي اسمها ايه؟ كبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. جايب الحديث ده عشان حتة أكل مال اليتيم، إنه من السبع الموبقات. والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، إنك أنت إيه تقذف الناس في أعراضهم بلا دليل. باب قول الله تعالى، وأنت بتسمع الكلام الناس يشتموا بعض يقول لي يا ابن الزانية، بتسمع الكلمة دي؟ ده قذف محصنة، أم ست محصنة محترمة
ولما يجي يشتم الولد في الشارع يقول له يا ابن الزانية، عارف ده لو الإسلام بينفذ أحكامه يتقبض عليه واتنين يشهدوا عليه يتجلد 80 جلدة على الكلمة اللي قالها دي، فهمت؟ فدي من الكبائر، إياك تقولها، فهمت؟ باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم لأخرجكم وضيق عليكم، وعنت يعني خضعت، وعنت عنت الوجوه للحي القيوم، عنت يعني إيه؟ يعني خضعت. لما الصحابة نزلت الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بقوا يتركوا لليتيم ماليش دعوة بيه، خايفين. فقام نزلت الآية الثانية قال له اللي بتقول لهم إيه؟ اللي بتقول لهم دي بقى، ويسألونك عن اليتامى يعني أموال اليتامى، يقصد عن اليتامى يعني إيه؟ يعني أموال اليتامى المقدر المحذوف، لازم تعرفه وإلا ما تبقاش عالم. ياما في القرآن مقدرات محذوفة مرادة تعرف من السياق. ويسألونك عن اليتامى يعني عن أموال اليتامى قل إصلاح لهم خير، لا ما تتركش مالهم بقى تتجنبه، لا ده أنت تتعامل مع ماله إصلاحا فيه كأنه مالك بالظبط، لكن لا تتجنبه، لأنك لو تجنبته يضيع بالإهمال، يبقى أنت كده كأنك ضيعته برضه، فهمت؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، يعني خلطت مالك مع مال وتجرت في الاتنين وتقصد إنك أنت تحافظ عليه لا بأس، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. كان اليتيم لما يجي ياكل وليه إيه؟ يخاف ياكل معاه، قال له لا كل معاه ما يجرش، إن تخالطوهم فإخوانكم، لأن الصحابة ما نزلت يأكلون في بطونهم نارا خافوا، قال لك ده مال اليتيم ده نار ماليش دعوه بيها، يجي اليتيم ياكل يبعد هو حتى لو جعان يبعد. فربنا قال لهم لا ما يجراش حاجه، وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعني مخالطه فيها افساد ربنا مطلع، مخالطه فيها اصلاح ربنا مطلع، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم، يعني ضيق عليكم وقال لكم امتنعوا تماما واصلحوا ولا تقربوهم، يعني تصلح وما تقربلوش كمان، هتبقى صعبة ان انا ايه اتاجر في ماله لوحده منفصل عن مالي، لكن اما احط ماله مع مالي واتاجر فيهم في تجارة واحدة اسهل عليا بدل ما اعمل وظيفتين في نفس الوقت. وعشان كده ولو شاء الله لأعنتكم، يعني امركم ان تفصلوا مالهم تماما وتتاجروا فيه في تمام الانفصال، لكن الله قال وان تخالطوهم فاخوانكم، فالمخالطة تيسير. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية. سيدنا عمر لما كان حد يصيب مال يتيم ما كانش يتجنبها، بل بالعكس كان يقوم باليتامى، مش علشان الآية بتقول يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون يوم يترك، لا يتحمل الوصية ويتحمل المسؤولية ويتحمل القيام باليتيم، أنا وكفل اليتيم كهتين، النبي كان يقول كده صلى الله عليه وسلم، مش تقول وانا مالي، لا يا عم ده اموالهم مش عارف انه يسيب اليتامى تضيع، لا هو ربنا بيحذرك عشان ما تضيعش ماله، مش بيحذرك عشان ايه تتركه للدنيا لوحده، لا. ما رد ابن عمر على احد وصية يعني بيتيم، وصية بيتيم يعني. وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له، يعني كل قرار ابن سيرين محمد ابن سيرين نذهبه إيه، لو أنت بتدير مال اليتيم أي قرار متعلق بمال اليتيم لم كل قرايب اليتيم واستشرهم أعمل إيه، ما تمشيش أنت بدماغك لوحدك، من إيه من حتى يكون حريص تمام الحرص على حسن الاختيار يعني. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح، ربنا عارف نيتك. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته، لأن اليتيم ممكن يبقى لسه طفل رضيع هتديله تكاليف رضاعته، ممكن العيل يكبر شوية عايز يروح الحضانة تدفع له مصاريف الحضانة،
الواد كبر شوية عايز يروح المدرسة، ادفع له مدارس المدرسة. الواد محتاج عملية، تعمل له العملية وتعالجه وتدفع له تكاليف العملية. يبقى كل واحد على حسب ايه احتياجاته، كل ما يكبر وكل ما يطرأ ليه تنفق عليه بالقدر اللي يحتاجه، كأنه ابنك بالظبط. فهمت؟ باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صالحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم. يعني ممكن اليتيم ياخده يسافر معاه ليديله خبرة في الحياة. انت عارف ان سيدنا رسول الله كان في حجر مين؟ في حجر عمه أبي طالب، وهو عنده حوالي 12 سنة. أبو طالب مسافر سفرية الشام، النبي صلى الله عليه وسلم مسك في عمه وقال له أنا سافر معك، أخده معاه ليه؟ عشان ياخد خبرة. وبعدين في السفرية دي طبعا شاب بحيرة، وبعدين رجعه تاني. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي. أبو طلحة ده عمه وزوج أمه، وكان يتيم، أنس يتيم وكان عنده 10 سنين. فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. يعني جايب لك ولد عائل كده يخدمك يا رسول الله. قال فخدمته في السفر والحضر، دل على ان النبي سفر باليتيم. ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم اصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. فالنبي ما كانش يحب يلوم حد كتير، ليس كثير اللوم صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتبر الحاجه طالما حصلت ده قدر الله، بقى قدر الله ما شاء فعل وخلاص، ويعديها. مش كل شويه كسرت الكوبايه، عملت مش عارف ايه، يا واد قاعد ايه، يا واد لم رجلك شويه، ما تحطش ايدك في مناخيرك، لا يعني مش عارف ايه. تفضل طول النهار تدي ايه ملاحظات لابنك لما ابنك يكره وجودك في البيت. تربيه ايه دي بقى؟ ده اول ما يجي يقول يوه جا يا رب يسافر، يكره وجودك لانك قاعد متكتفه. اول ما تيجي اقفل الشباك، اعمل ايه رب، الواد يبقى قاعد مش عارف يعمل حاجه مسكين. لا سيبه كده ينطلق. شوف النبي يحب التربيه، يربي رجاله النبي، تاخد قرارات ويطلع اياه. وبعدين لما يغلط النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتغافل عنه، حتى كانه مش شايف الغلطه بتاعته. وبعدين بالتدريج كده هو ايه ينصلح حاله، ينصلح حاله بالتدريج، مش تشمت فيه. مش قلت لك لما الواد ينزل يقع على الارض وانت لسه قايل له اقعد ساكت، يقوم يقع على الارض يتعور، يقوم يبقى الواد متعور ومسكين وبيخر دم، وامه تيجي تروح ضرباه. تعال دي تربيه، الواد مخدود وبيخر دم وتضربيه كمان، خديه في حضنك وطبطبي عليه وعالجي له جرحه وخلاص. هتعملي يعني الضربه دي اللي ضربتيه دي هتعالج الجرح؟ يعني لازم نعرف ازاي نربي اولادنا برحمه. يعني النبي مع خادمه كان كده، فما بالك ابنائه يبقى ايه؟ إذا كان خادمه بيعمل كده، يشوف أمال ولاده بقى يعملوا إيه فيهم النبي؟ فلازم نتعلم النبي، مش نقرأ الأحاديث دي ونقول ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد كده نروح ضاربين العيال. بعد ما نخلص المجلس نروح رازعين العيال، ما ينفعش كده. مش هنحس بحلاوة الإسلام إلا لما نلتزم في السلوك بتاعنا بسلوك النبي. فهمت؟ في حياتنا. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة. أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.